الفضاء، الحد الأخير. إذا نظرت إلى ليلة صافية فسترى السماء مليئة بالمجرات والنجوم والأقمار والبلونت. لحظة، ماذا؟ بلونت؟ أجل، ليست زلة لسان. أنا محترف ولساني لا يخطئ. أعني الأجسام الفضائية الجديدة التي يطاردها العلماء بحماس مؤخراً. بوضع الاسم جانباً، هذه الأجسام في الواقع أقمار هاربة مع طبيعة مثيرة للاهتمام أيضاً. الحقيقة أن علماء الفلك اقترحوا بداية اسماً مختلفاً قليلاً، لكنه ظريف أيضاً، وهو مومون. يبدو اسم كابكيك محشوة بالكريمة، ها؟ يفترض بالاسم أن يعبر عن هذه الأجرام غير العادية، أقمار قد تدور حول أقمار أخرى في أنظمة شمسية بعيدة. تم تغيير الاسم لاحقاً إلى بلونت، ورجع العلماء أيضاً فهمهم لها. لذلك السبب، يبدأ البلونت كقمر يدور حول كوكب عملاق يدور بدوره حول نجم ساخن. هذا نجم ساخن. وبعد ذلك يهرب القمر من وطنه الأم ليصبح بلونت. لنأخذ مثالاً، كوكب المشتري عملاق الغاز في نظامنا الشمسي. من فضلك، ليأخذ أحد المشتري. لو تخلى أحد أقماره البالغ عددها 79 عنه، فسيصبح تابعاً لشمسنا. ومن هنا يأتي الاسم بلانيت، كوكب، تصنيفه الجديد، بالإضافة إلى مون، قمر، وضعه سابقاً، ليعطينا بلونيت، إضافة لغوية إن صح التعبير. لكن البلونيت في خطر اليوم، ألسنا جميعاً؟ المشكلة أن هذه الأجسام تشبه اليونيكورن، الكل يتحدث عنها، لكن لم يسبق لأحد أن رأى أحدها. لهذا السبب فإن العلماء يطاردونها من الأرض محاولين إثبات وجودها. بدأ الأمر في 2018 عندما اكتشفوا شيئاً لا يتوافق مع النظرية المقبولة حينها. دعوني أخبركم الآن بالقليل عن هذه النظرية. على مدار العقدين الماضيين، وجد أبناء الأرض، أي نحن، أكثر من 4000 كوكب خارج المجموعة الشمسية، أي كواكب تتجول خارج نظامنا الشمسي. قد تعتقد أنه بوجود هذا العدد الكبير منها، لابد من وجود عدد لا يحصى من الأقمار التي تدور حول هذه الكواكب. لكن من المثير أنها بعيدة المنال، ربما بسبب حجمها الصغير، ربما تكون خجولة. بالعودة إلى 2018، يبدو أن العلماء وجدوا أحدها، كان رائعاً وسمي نبتمون. أليس لطيفاً؟ لأن حجمه قريب من نبتون. بالمناسبة، أي ألحان يعزفون على نبتون؟ ألحان من خارج هذا العالم، ها؟ أوه، ماذا أكلت على الغداء؟ المهم، كان هذا الشيء يدور حول كوكب غاز ضخم على بعد 8000 سنة ضوئية من الأرض. وهكذا تم تأكيد وجود الأقمار الخارجية. حلت القضية، الجميع سعيد، لكن ليس لوقت طويل. قلبت أحدث دراسة كل شيء رأساً على عقب. وخمن ماذا؟ سقطت الفكة من جيبك؟ لا، قد لا يكون القمر الذي اكتشف قمراً من الأساس. اتفق معظم العلماء على الاستنتاج القائل بأنه قد يكون مختلفاً تماماً. وإليك كيف توصلوا إلى هذا الاستنتاج؟ أولاً، قام فريق علماء بتطوير نماذج رقمية لمعرفة طريقة تصرف القمر المحتمل أثناء الدوران حول المشتري. بقولي المشتري الساخن، لا أقصد الكوكب الذي نعرفه في النظام الشمسي. لا، المشتري الساخن ما يطلق على أي عملاق غاز خارج النظام الشمسي يدور بالقرب من نجمه. ومن المثير أن العلماء يشكون في أن مثل هذه الكواكب تولد في أي مكان حول نجومها، لكن يبدو أنها تظهر في مدارات أبعد بكثير ثم تهاجر نحو الشمس. الآن تخيل قمراً يدور حول كوكب غازي ضخم خارج المجموعة الشمسية بدوره يدور حول نجمه. من الواضح أن القمر يقع تحت ضغط مزدوج من جاذبية كوكبه المضيف وجاذبية النجم الذي يدوران حوله. لذلك عندما يقترب الكوكب قليلاً من النجم يقرر القمر أنه اكتفى. أنا أمزح، كل شيء يتعلق بالفيزياء. كلما اقتربت الكوكب من النجم يكون شد النجم أقوى، وفجأة قد يصبح الشد قوياً لدرجة تدفع القمر بعيداً عن الكوكب المضيف وتخرجه من مداره. تادا! وخلال هذه العملية يفقد القمر بعض كتلته ويدور ما تبقى منه حول النجم. أهلاً عزيزي البلونيت الجديد. العلماء متأكدون أنه بمجرد بدء دوران البلونيت حول النجم المضيف لن تتمكن من تمييزه عن كوكب حقيقي.
لذلك قد تكون هذه ظاهرة كونية واسعة الانتشار، لكن علماء الأرض لا يدركون ذلك، معتقدين أنها كواكب. وشيء آخر، إذا كانت البلونيت موجودة بالفعل، فهذا يفسر سبب صعوبة تحديد أماكن الأقمار الخارجية، فهي تخرج من مداراتها وتسافر بمفردها كنوع جديد من الأجرام السماوية. في هذه الحالة قد تصبح كواكب كاملة. بلونيت لها مدارات غريبة خاصة بها وتاريخ من كونها أقماراً، أو يمكنها التحول إلى أجنة كوكبية تتحرك حول النجم وتقضي وقتها. هاي، كيف الحال؟ لكن مهما كانت ظرافة هذه البلونيت، فإنها في ورطة لأن علماء الأرض يطاردونها. أظهرت محاكاة رقمية أن 6% منها تأكلها النجوم مثل وجبة خفيفة سماوية. أكثر من 44% منها تصطدم بالكواكب المضيفة لها. يا للوقاحة! يتم دفع 2% منها بقوة لدرجة تركها لنظامها الكوكبي وتجولها بدون هدف عبر الفضاء بين النجوم. من المفترض أن تنجو حوالي 48% منها، لكن الفلكيين ليسوا متأكدين 100% أن البلونيت موجودة أصلاً، فنحن لا نعرف ذلك يقيناً. وتريد أن تعرف أحزن الأخبار؟ لا، آسف، لكن يجب أن أخبرك. ربما تكون قد سمعت أن قمر كوكبنا يتحرك ببطء لكن بثبات بعيداً عنها مع كل عام. هذا يجعل العلماء يعتقدون أنه خلال 5 مليارات سنة قد يصبح قمرنا بلونيت أيضاً. ألا يفطر هذا القلب؟ ليس كثيراً، بما أن لا أحد منا سيبقى حتى ذلك الوقت، فمن يهتم؟ لا توجد فرصة للأرض والقمر للبقاء حتى ذلك الوقت. ستكون الشمس قد توسعت وتحولت إلى عملاق أحمر مستعر قطره بحجم مدار الأرض، سيدمر كل شيء حوله بما في ذلك جهازك الآيفون. تباً. لكن لنعود إلى المزيد من الأشياء المبهجة. إن كانت البلونيت موجودة، فقد تفسر اللغز الغريب لنجم العتابي. إنه 50% أكبر وأسخن من الشمس، ويقع على بعد 1000 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي. لكن ما حير العلماء لسنوات قدرته الغريبة على أن التعتيم لأيام وحتى أسابيع كل مرة. المتوقع أن يكون النجم ساطعاً دائماً، لذلك فإن تقلباته ليست منطقية. أضف أن تعتيمه تزايد أكثر في القرن الماضي. لكن يمكن أن تكون البلونيت الحل للغز. يتفق الباحثون على أن الأمر يبدو كما لو أن هناك شيئاً يحجب نجم العتابي، وإن كان هذا كتلة من الكواكب، فلا بد أن عددها أكثر من 50. لكن ماذا لو لم تكن كواكب، بل مجموعة بلونيت تحاذي وتدور حول النجم؟ يقول العلماء أنه يمكنها نظرياً التسبب بالتأثير الذي نراه. يمكن أن تساعدنا البلونيت لفهم ظاهرة محيرة أخرى، وهي نجم KIC 12557548. يا له من اسم شاعري، أما أنا سأسميه ستانلي. عند فحص العلماء له، لاحظوا بعض التعتيم في سطوعه. من جهة، من الطبيعي ألا يبدو النجم ساطعاً بنفس الدرجة طول الوقت، هذا يعني أن كوكباً يمر أمامه ويحجب الضوء في كل مرة. لكن في حالة ستانلي، اكتشف العلماء أن الضوء ينخفض بشدة كل 15 ساعة وبدرجات مختلفة. ما المعنى؟ في البداية، طرح العلماء نظرية الثنائي الكوكبي لتفسير الظاهرة. معنى ذلك دوران كوكبين حول بعضهما البعض فيما يدوران أيضاً حول النجم. بهذه الطريقة تحجب الكواكب كمية مختلفة من الضوء في كل مرة تدور فيها. لكن في وقت لاحق قالوا أن 15 ساعة قصيرة جداً على أن تكون كافية لقيام الكواكب بدورة كاملة حول النجم. لذلك قد تكمن الإجابة المرجوة في البلونيت. لكن كما تتذكر، فإنها لا تزال مجرد نظرية، ويجب أن ننتظر اصطياد علماء الفلك لها. حظاً سعيداً لهم. هل تعتقد أن البلونيت موجودة وأن سنراها ذات يوم؟ أخبرنا في التعليقات أدناه. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. لكن مهلاً، لا تذهب في نزهة لرؤية الكواكب بعد. لدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو رائعة لتشاهدها. كل ما عليك فعله اختيار الفيديو الأيمن أو الأيسر، والنقر والاستمتاع. ابقى على الجانب المشرق من الحياة.